أولا نشكر السيد الأمين العام للمجاهدين على هذه اللقاء اللي داره لنا، نشكره ونشكر الأخ سعيد ونشكر كل الحضور معنا اللي لباو دعوة للسيد الأمين العام. ونرحب بالسيدة المديرة ونرحب بالسيدة الأخت الحليمة والأخت نائبة المجلس الشعبي البلدي والأخوات الحاضرات، الأخت مبينيسا ما نعرفش اسمها، الأخت حكيمة اللي حضرت التاني هنا معكم. بهذه المناسبة في الحقيقة الإخوة راهم انطلقوا وهضروا على المرأة، ولا تكلمنا على المرأة، عندنا ما نهضروا على المرأة، مشاركتها في التحرير الوطني، مشاركتها في البناء البلاد في كل ميادين، في الاقتصاد، في كل شيء. وراها حتى الآن راها في الحقيقة وصلت المرأة، وصلت، ونشكروها على ونتمنولها إن شاء الله النجاح في عمل، في أي عمل تدور به المرأة، حتى المرأة الماكلتها في البيت راها تدور بعمل يعني قيم وبعمل ما يشقش نهضروا عليها كي هذا. وفي الأخير نتمنى ونهني كل الأخوات لهذا اليوم العالمي للمرأة، يوم 8 مارس، نتمنى لهم السعادة والهناء إن شاء الله. وشكرا للإخوة الحضور معنا، والسلام عليكم.